أثبتت المواقف ومن قبلها التاريخ أن الجزائر إلياذة وملحمة زاخرة بالتضحية والبطولات منذ الأزل. هذه الأرض الطاهرة سقيت بالدماء الزاكيات الطاهرات، دماء الشهداء الأبرار. اليوم كما الأمس أرواحنا وأنفسنا للجزائر نذرنا، نحميها نصونها ونبنيها بالإخلاص والعزم، نرفع راية المجد والعزة والانتصار خفاقة في سماها. جزائر جديدة، انطلق قطار نمائها وتطورها في مشروع وطني لا يعتريه الشك ولا يطاله التشويه ولا يتسلل إليه اليأس أبدا. فنحن أبناء الجزائر أهل عزم وثبات. الجزائر إن شاء الله راها في مأمن، تصرفنا في اقتصادنا، قوينا الإنتاج الوطني باش ما استورد، وبدون ما نحرم الجزائري من أي شيء. اليوم الاحتياط تاعنا طلع، ننظر حول 70 مليار، ونتمنى إن شاء الله باش نوصل إلى ما أبعد في سنة 24 إن شاء الله. سنة 2022 رفعنا السقف والتزموا به رجال، وصلنا إلى تصدير خارج المحروقات يدور حول 7 ملايير دولار، 6 مليار دولار ديكسبورتاسيون، ورافعين السقف إن شاء الله إلى آخر 24 بداية 25 باش نوصل ندور حول 10-11 مليار دولار. اليوم انطلقنا بمصانع جديدة تاع خواص، خرجنا من رأس مال المفترس إلى تنمية تحترم احترام ما نقبلش 1 مليمتر حول عليه، احترام إعلان أول نوفمبر 54. نبني دولة ديمقراطية واجتماعية، هكا قالوها الشهداء اللي استشهدوا من أجل هذا الإعلان. قلوبنا توحدت وأصوات مدافعنا عاليا ارتفعت. نحن هنا ثابتون ماضون في حب الجزائر، نحميها بأرواحنا. من مآثر شهدائنا وتاريخنا نستمد العزم، التضحية والثبات، حاملين في صدورنا أمانة آبائنا وأجدادنا. هو عهد يتجدد وولاء يتعزز وحب في القلوب يتأصل، لتظل الجزائر قلعة العزة والصمود والنصر. من هذا المنطلق سنظل نعمل في الجيش الوطني الشعبي تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على منح الجزائر القوة الكفيلة بالمحافظة على حق شعبها في العيش عزيزا مكرما في كنف الاستقلال والسيادة. ولقد سعينا جاهدين تحقيقا لهذا الهدف المقدس إلى إعمال مقاربة شاملة ترمي إلى الرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة لدينا، وتعزيز أداتنا الدفاعية. هذا الوطن الأبي سيبقى منارة للحرية والعزة، ماض في مسيرة التقدم والنماء تحت راية الشهداء الأمجاد وإخلاص أبنائه الأوفياء. جزائر جديدة، قوية متطورة، محصنة بجيشها الوطني الشعبي، تبني مجدها بثبات وتصنع انتصاراتها وتسمو بين الأمم. تشاهدون في هذا العدد من حصة وعقدنا العزم الحدث.
السيد الفريق أول لسعي تشنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يشرف على افتتاح أشغال ندوة بعنوان صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس الناحية العسكرية الأولى. السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل العقيد الروسي المتقاعد أندري بافيلينكو بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. ركن من الميدان، السيد اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يشرف على فعاليات محاضرة ذات مستوى عالي بعنوان التحديات الأمنية والتحالفات الاستراتيجية في الساحل من تنظيم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية بمقر وزارة الدفاع الوطني. نتوقف في هذا العدد عند مراسم تخرج الدفعات بمختلف الهياكل التكوينية للجيش الوطني الشعبي، القلاع التكوينية للجيش الوطني الشعبي، دعم نوعي لوحدات قوام المعركة. الروبورتاج يعرض لكم المحتوى الرقمي والحافظ للذاكرة الوطنية، درع الوطن وحصن الأجيال. عناية الدولة الجزائرية بمسألة الذاكرة الوطنية وحفظ إرثنا التاريخي ينبع من اعتزاز الأمة الجزائرية بماضيها المشرف الذي صنعه أسلفنا والمستمد من جسامة تضحيات الشعب الجزائري عبر العصور والحقب التاريخية. لذلك كان لابد علينا أن نحافظ على موروثنا التاريخي من خلال صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية والذي سيساهم مساهمة فعالة في نقل الحقائق وصونها من المغالطات والتزييف للأجيال القادمة، وهو ما حرص عليه الملتقى الذي حمل عنوان صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية والذي نظمته مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنادي الوطني للجيش، والذي أشرف على مراسمه السيد الفريق أول الساعي تشنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة السيد الفريق أول السعي تشنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بحضور السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، ومستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، إلى جانب أعضاء من الحكومة والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ومسؤولين سامين في الدولة، فضلاً عن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر ومديرين ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى عدد من المجاهدين والشخصيات الوطنية ومديري وسائل الإعلام وأساتذة جامعيين. السيد الفريق أول ألقى بالمناسبة كلمة رحب فيها بجميع الضيوف والمشاركين، مؤكداً أن صناعة محتوى رقمي حافظ للذاكرة الوطنية يعد رهاناً أساسياً للمحافظة على الإرث التاريخي العظيم لأمتنا ضد جميع محاولات التزييف والتحريف والتشويه التي يتعرض لها، ومحذراً من محاولات استهداف الهوية الثقافية والحضارية للأمم. لقد تغير مفهوم الأمن مع تغير طبيعة الحروب، حيث أصبحنا نتحدث عن الأمن الهوياتي والأمن المجتمعي والأمن السيبراني. ففي سياق الحروب الجديدة التي يعرفها عالم اليوم أو ما يصطلح عليها بالحروب الهجينة، يعد الإعلام بكل وسائطه خاصة منصات التواصل الاجتماعي أدوات ووسائل أساسية في استراتيجيات صناعة عدم الاستقرار التي
تحاول استهداف الهوية الثقافية والحضارية للأمة، وتعمل على إعاقة مسار بناء مستقبلها من خلال طمس الهوية الوطنية وتشويه التاريخ ونشر المعلومات المضللة والتشكيك في الرموز الوطنية. السيد الفريق أول أكد على ضرورة التكيف مع متطلبات العصر والحضور بقوة في العالم الافتراضي من خلال صناعة محتوى رقمي غني بالمعلومات الموثوقة والمقنعة شكلا ومضمونا، ويعزز روح الانتماء للأمة الجزائرية. في ظل السياق الجيوسياسي الدولي الراهن الذي يعج بالتهديدات والتحديات، بات لزاما علينا تبني أساليب مجابهة جديدة ومقاربة وطنية منسجمة، تشمل إلى جانب استغلال الوسائل والقدرات العسكرية تعبئة كافة قدراتنا الوطنية في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تواكب التطورات الراهنة وتعزز التلاحم الوطني وتحافظ على الهوية الوطنية الجامعة، وتعمل على نقلها للأجيال القادمة في وعاء جديد ومناسب يعكس ذلك الزخم الثقافي والإرث الحضاري والتاريخي للأمة الجزائرية. ولن يتحقق لنا ذلك إلا من خلال التكيف مع متطلبات العصر والحضور بقوة في العالم الافتراضي من خلال صناعة محتوى رقمي حافظ للذاكرة الوطنية، غني بالمعلومات المقنعة، ويعزز روح الانتماء للأمة الجزائرية في إطار الوفاء لوصية شهدائنا الأبرار، ومنها بالتحديد وصية الشهيد ديدوش مراد رحمه الله الذي قال: إذا استشهدنا حافظوا على ذاكرتنا. على إثر ذلك أعلن السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن الافتتاح الرسمي للندوة، ويتابع بعدها رفقة الحضور فيلما وثائقيا بعنوان المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية درع الأمة وحصن الأجيال من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي. تواصلت بعدها فعالية هذه الندوة بإلقاء مداخلات قيمة قدمها أساتذة جامعيون مختصون في التاريخ وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تناولت مواضيع هامة على غرار أهمية المحتوى الرقمي لحفظ الذاكرة الوطنية والذاكرة الوطنية في ظل الجزائر الجديدة، إنجازات وتحديات، بالإضافة إلى موضوع زخم وثراء الذاكرة الوطنية، أي سبيل لمحتوى الرقمي يقوي الوحدة الوطنية ويعزز الأمن المجتمعي، وكذا التحديات التي تواجه صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية. الاهتمام الرسمي بهذا المستوى سيعزز الاهتمام في مستويات أخرى في الجامعات، مثلا في وزارة التربية الوطنية، وزارة المجاهدين، وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الدينية وغيرها من القطاعات. فننتظر إن شاء الله مستقبلا أنه تحذو بقية مؤسسات الدولة، حذو هذه المؤسسة في احتواء وفي تنظيم وتطير مثل هذه الفعاليات المهتمة بصناعة المحتوى الرقمي. بالنسبة للتحديات، بالحقيقة صنفتها إلى تحديات تقنية بالخصوص، وتحديات اقتصادية، وتحديات اجتماعية ثقافية، وتحديات مرتبطة بالتعليم والتوعية، وتحديات مرتبطة بالبيئية إن صح التعبير. ثم ذكرت في كل تصنيف أهم التحديات التي تواجه صناعة المحتوى الرقمي. لتختتم هذه التظاهرة العلمية بتقديم توصيات حول ضرورة توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين بغية مواصلة العمل على التوعية بأهمية صناعة المحتوى الرقمي
الحافظ للذاكرة الوطنية وتعزيز الحس الوطني لدى الأجيال الصاعدة. استقبل السيد الفريق أول السائد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 12 جوان 2024 بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي العقيد المتقاعد أندري بافيلينكو النقاب نازع الألغام السوفيتي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر. يجدر التذكير أن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قد قام بإسداء العقيد بافيلينكو وسام العشير خلال زيارة الدولة التي أداها إلى فيدرالية روسيا شهر جوان 2023. في المستهل رحب السيد الفريق أول بضيف الجزائر ومرافقيه، وأشاد بدور الفرق السوفيتية في مهمة نزع الألغام الموروثة عن الاستعمار عقب استقلال الجزائر. أود في البداية أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وكل أمل أن تكون زياراتكم للجزائر ممتعة ومفيدة، وأن تسمح لكم السيد العقيد من استحضار ذكريات مشاركاتكم عقب استقلال بلادي في عملية نزع الألغام الموروثة عن الاستعمار الفرنسي على حدودنا الغربية والشرقية. في هذا الصدد بالذات أود أن أشيد وأنوه بدور الفرق السوفيتية في هذه المهمة الإنسانية بالامتياز، سواء من خلال مشاركاتها الميدانية في هذه العملية أو مساهماتها في تكوين الفرق الهندسية الجزائرية، مما مكن أفراد جيشنا الفتي أنذاك من اكتساب المعارف والتحكم الجيد في التقنيات والمعدات المستخدمة في مثل هذه العمليات الدقيقة. السيد الفريق أول أكد كذلك على أن العلاقات الجزائرية الروسية قد شهدت تطوراً كبيراً، لا سيما عقب إبرام الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين. في الأخير أكد السيد الفريق أول أن الجزائر تحرص على التعبير عن اعترافها بالجميل لكل من وقف إلى جانبها في الأوقات الصعبة. في الأخير السيد العقيد، أؤكد لكم أننا في الجزائر نحرص شديد الحرص على التعبير عن اعترافنا بالجميل لكل من وقف إلى جانبنا في الأوقات الصعبة، ولن ننسى أبدا حسن صنيعكم، وسنرحب بكم دوما في الجزائر كلما أردتم زياراتنا. من جهته عبر العقيد بافيلينكو لسيد الفريق أول عن تشكراته الخالصة على كرم الضيافة التي حظي بها منذ وصوله إلى بلادنا، مؤكدا أن هذه الزيارة ستبقى راسخة في ذاكرته لأنها سمحت له باستحضار ذكريات عزيزة عليه ومليئة بالمشاعر والأحاسيس عاشها خلال تواجده بالجزائر سنوات الستينات من القرن الماضي في إطار هذه المهمة الإنسانية. في ختام اللقاء قام السيد الفريق أول بتكريم صديق الجزائر. في إطار برنامج النشاطات العلمية لسنة 2024، نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع الوطني يوم 12 جوان 2024 بمقر وزارة الدفاع الوطني محاضرة ذات مستوى عال بعنوان التحديات الأمنية والتحالفات الاستراتيجية في الساحل، من تنشيط البروفيسور مخلوف ساحل باحث مشارك بالمعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3. ترأس أشغال هذا النشاط العلمي السيد اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بحضور مدير المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية، ضباط وإطارات من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، حيث تم التطرق خلالها إلى التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل
في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود الوطنية واصطفاف عدة دول ضمن تحالفات إقليمية أو مع قوى خارجية. أين تم تقديم قراءة لهذا السياق الجيوسياسي الجديد مع تحليل الأهداف الاستراتيجية لهذه التحالفات الجديدة وتحديد تأثيراتها وانعكاساتها الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية على بلادنا؟ في إطار تنفيذ التوجيهات السنوية للتحضير القتالي للقوات لسنة 2024، نفذت المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني يوم 12 جوان 2024 تمريناً بيانياً بعنوان التدخل الخاص على طائرة للنقل المدني عند فرضية اختطاف الرهائن، وهذا على مستوى مطار هواريب مدين الدولي بالجزائر العاصمة. أشرف على مجريات هذا التمرين العميد المفتش العام للدرك الوطني بحضور الملحقين العسكريين المعتمدين في الجزائر وكذا ممثلين عن مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي. تميز التمرين بالتنسيق الجيد والاحترافية العالية للأفراد المشاركين في التنفيذ الذين أثبتوا استجابتهم السريعة لمثل هذه الحالات الطارئة وجاهزيتهم التامة للتدخل السريع والفعال لاحتواء مثل هذه الأزمات الأمنية المستعجلة ذات الصلة بتحويل واحتجاز الرهائن على متن الطائرات. نفذ اليوم تشكيل العمليات للمفرز الخاص للتدخل للدرك الوطني تمرين بياني بعنوان التدخل الخاص على طائرة النقل المدني عند فرضية اختطاف الرهائن بالمطار الدولي هواريب مدين، والذي يهدف من خلاله لتتويق واحتواء الأزمات الأمنية المستعجلة ذات الصلة بتحويل احتجاز الرهائن على متن الطائرات. التكوين في الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني هو نهج أصيل ومتجذر، فاهتمام القيادة العليا للبلاد بتكوين وتأهيل العنصر البشري في صفوف الجيش الوطني الشعبي ليس وليد اليوم، حيث قطع هذا المجال منذ الاستقلال إلى يومنا هذا أشواطاً معتبرة على أكثر من صعيد. ها هم اليوم يتخرجون كإطارات من مختلف الصروح التكوينية العسكرية بعد سنوات من صقل معارفهم وتلقينهم لمختلف العلوم العسكرية والمدنية ليكونوا دعماً لقواتنا المسلحة وذخراً للوطن، يدافعون عن ثغوره وحدوده واعون بالتحديات الراهنة، متشبعون بالقيم الوطنية لثورتنا التحريرية المجيدة. طلبة تلقوا تكويناً علمياً وعسكرياً رفيع المستوى، وفرت لهم كل الإمكانات المادية والبشرية من وسائل بيداغوجية حديثة وأساتذة أكفاء في مختلف التخصصات، ما ضمن لهم تكويناً حديثاً يواكب المستجدات الراهنة ليكونوا القاطرة التي تدفع بقوتنا المسلحة نحو العصرنة والاحترافية. وما المكانة التي بلغها الجيش الوطني الشعبي خلال السنوات الأخيرة إلا دليل قاطع على الرؤية المتبصرة والاستراتيجية المحكمة التي تبنتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الحريصة على تطوير المنظومة التكوينية لقواتنا المسلحة.
مسيرة حافلة بالإنجازات أثمرت نخبة من الإطارات العسكرية واعية بالتحديات الراهنة، جاهزة لأداء المهام الدستورية النبيلة باحترافية وفي كل الظروف، متشبعة بالقيم الوطنية وتحمل الراية الوطنية عالياً في كنف الجزائر الجديدة. ولأن التكريم عربون الوفاء، حملت الدفعات المتخرجة أسماء شهداء ومجاهدي ثورة نوفمبر الخالدة عرفاناً لما قدموه لهذا الوطن المفدى، وفي سبيل أن نحيا اليوم حياة الكرامة في ظل الحرية والاستقلال. وتبقى المسيرة متواصلة على درب السلف، يحملون الوطن في قلوبهم، يصونون وديعة الشهداء، غايتهم المضي قدماً نحو مستقبل واعد تكون فيه الجزائر آمنة مستقرة وسيدة. رصعت صفحات تاريخ أمة قاومت وناضلت دوما ضد الظلم والطغيان، لترسم معالم وطن حر سيد وشامخ يبنى ويزدهر بسواعد كل أبنائه المخلصين. الجزائريون وعبر محطات عديدة في تاريخ هذا الوطن خبروا المحن وصنعوا في كل مرة الانتصار. ذاكرة وطنية زاخرة بالبطولة والقيم والمبادئ الإنسانية التي تطبع شخصية الجزائريين جيلاً بعد جيل. إرث ثمين وأمانة الشهداء والمجاهدين وكل الخيرين من أبناء الجزائر، وجب علينا اليوم صونه والحفاظ عليه بتكاثف كل الجهود وباستغلال كل الوسائل. أولت القيادة العليا للبلاد خلال السنوات الأخيرة أهمية قصوى لملف حماية الذاكرة الوطنية، باعتبارها ركناً أساسياً في بناء الجزائر الجديدة القوية السيدة الوفية لمبادئ الشهداء والمجاهدين وكل الخيرين من أبناء الوطن الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعته وسموه. فما نتكلم عن الذاكرة نتاعنا كتير اللي يلوموا علينا، الشعب اللي ما عندوش جذور
الشعب اللي ما عندوش سلف صالح مجاهد مصيره مجهول. هذاك علاش احنا نفتخر بجدود جدود جدودنا. شعب مقاوم، شعب رافض الاحتلال، شعب رافض أن تمس حرياته. الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الجزائرية في سبيل حفظ الذاكرة الوطنية وصونها وتلقينها للأجيال المتعاقبة وحمايتها من كل محاولات التشويه والتزييف والنسخ وحتى السرقة تهدف إلى جعل الذاكرة الوطنية نبراساً ينير حاضر الجزائر ومستقبلها وتحصين أبنائها وشبابها بالمبادئ والقيم السامية التي يزخر بها تاريخنا المجيد. إن ذاكرتنا الوطنية كانت وستبقى الشعلة التي تنير حاضرة ومستقبل أمتنا بما تحمله وتزخر به من أسمى آيات المجد والشموخ والكبرياء ونكران الذات في سبيل الحرية والكرامة والسيادة. التطور الكبير الذي عرفته تكنولوجيا الإعلام والاتصال عبر العالم أفرز أنماطاً اتصالية جديدة تتسم بقدرتها على الانتشار الواسع وتخطيها للحدود الجغرافية والثقافية. فضاء معلوماتي واتصالي أضحى يمثل نمطاً جديداً للتلقي بالنسبة للجمهور الذي يشكل فيه الشباب الحصة الكبرى، ما يجعله أيضاً ميداناً مثالياً للترويج لتاريخنا الوطني وتلقينه للنشأ وحفظه من حملات التشويه والتشكيك. نحتاج إلى تحيين خطابنا من أجل أن يعرف الشباب الجزائري أن تاريخنا لا يتوقف عن جرائم فرنسا، وإنما كنا ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا عبر التاريخ القديم والوسيط والحديث المعاصر نصنع دائما التاريخ. لذلك وجب خطابنا أن يكون في هذا الاتجاه من أجل أن نخلق جرعات من المناعة لشبابنا من أجل أن يكون دائما عنده ما يسمى بمركب التصعيد الذاتي، وهذا المركب يجب أن يكون دائما إن صح التعبير يصبح بالنسبة له مناعة يدافع عن الجزائر من تلقاء نفسه. التطورات الأخيرة التي أفرزتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدت إلى بروز العديد من الفضاءات الاتصالية الافتراضية والعديد من الفضاءات الرقمية طبعاً المستخدمة اليوم، وهذا ما يعد فضاء خصبا لرواج العديد من الأفكار، العديد من الإيديولوجيات، العديد من النصوص، العديد من طبعاً المضامين الإعلامية المختلفة سواء كانت سبعين بصرية أو حتى نصية. ولذلك تعد هذه الفضاءات الرقمية والفضاءات الافتراضية من الوسائل المناسبة للحفاظ على الموروث الثقافي، الحفاظ على ذاكرة أي بلد يريد أن يحقق هذا المسعى. ولذلك نجد أن الجزائر اهتمت بدرجة كبيرة بهذه الفضاءات، اهتمت العديد من المؤسسات برقمنة العديد من المصادر التاريخية على غرار وزارة المجاهدين التي أتاحت الآن مثلا رصيدها تاريخ العديد من النصوص التاريخية باللغة الإنجليزية والتي أصبحت تتداول طبعا في المنصات الافتراضية. صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية عملية باشرت الجزائر في تجسيدها على أرض الواقع من خلال جملة من الإجراءات التي تهدف إلى رقمنة المحتوى التاريخي الوطني وتسهيل الولوج إليه، ناهيك عن إنتاج المحتوى التاريخي الرقمي السمعي البصري وتوفيره عبر مختلف المنصات الاتصالية الرقمية. جهود مشتركة لمختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة بهذا المجال الحساس تهدف إلى تطعيم الشباب الجزائري وتحصينه بثقافة تاريخية وطنية صحيحة وسليمة تجعله قادراً على مواجهة كل المكائد والدسائس. التحدي والرهان اليوم
هو في كيفية حماية شبابنا على مستوى الفضاءات الافتراضية، لاسيما مع ظهور أنماط اتصالية جديدة تعمل قدر المستطاع في إطار مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مس رموزنا ومس تاريخنا وهويتنا وثقافتنا وحضارتنا، وهذا ما ينذر بتهديدات راح تبقى في المستقبل. لذلك الدولة الجزائرية منتبهة جدا لهذا الأمر ورسمت استراتيجية في هذا الإطار. هذه الاستراتيجية التي تعمد بالدرجة الأولى إلى صناعة محتوى بديل، أقول محتوى بديل على مستوى الفضاءات الرقمية. هذا المحتوى البديل هو عبارة عن رصيد وعبارة عن زخم من الإنتاج السمعي البصري والإنتاج الأكاديمي الذي تعمد الكثير من مؤسسات الدولة إلى تسويقه على مستوى الفضاء الافتراضي. الخصائص التي يتسم بها المحتوى الرقمي تجعله أحسن خيار لحفظ ذاكرتنا الوطنية والترويج لتاريخنا الأصيل، ليس فقط وطنياً بل دولياً، وهو الأمر الذي يضمن أيضاً تأمين الرصيد الوثائقي التاريخي الوطني مع تسهيل الولوج له والاطلاع عليه في كل وقت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الأخصائيين والباحثين والمؤرخين لدراسة تاريخ الجزائر المجيد دراسة علمية موضوعية موثوقة بعيدة عن كل أشكال التحريف والتزييف. مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم والمبنية أساساً على رصيد عريق في البطولة والمقاومة ورفض كل أشكال الظلم والطغيان جعل منها محل استهداف في الكثير من الأحيان. حملات تشويه عديدة تستهدف البلاد قصد زرع الشك في النفوس وتفريق وحدة كانت دوماً صمام الأمان بالنسبة للجزائريين. هذه الفضاءات الرقمية الآن أصبحت المصدر الأساسي الذي يستقي منه سواء الشباب أو غيرهم من الفئات المعلومات، سواء في المجال التاريخي حتى في المجالات الأخرى. ولذلك الآن هذه المضامين التي يتم طبعا تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي نجد فيها الكثير من المغالطات التاريخية، الكثير من الرسائل المسمومة التي تروج لها بعض الأطراف طبعا المعروفة، وهذا أمر أساسي طبعا بل ومتوقع نظرا للمواقف الثابتة للدولة الجزائرية في العديد من القضايا. حملات عدائية باتت تستهدف تشويه تاريخنا الحافل بالأمجاد والبطولات من خلال محاولات التزييف والنسخ والنهب لكل ما هو موروث تاريخي وثقافي، ما جعل من حماية الذاكرة الوطنية أولوية قصوى للدولة الجزائرية، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي عرفته هذه الحملات العدائية باستغلالها للفضاء الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لتمرير سمومها. الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لم يكن ليتغيب عن المساهمة الفاعلة في مسعى حماية الذاكرة الوطنية باعتبارها ركناً أساسياً ومقوماً رئيسياً من مقومات الأمة الجزائرية. جهود عديدة ما فتئ الجيش الوطني الشعبي يبذلها لصون الذاكرة الوطنية. أكيد الجيش الوطني الشعبي والقيادة العسكرية في البلاد يعني تولي الذاكرة الوطنية والتاريخ أهمية كبرى، انطلاقاً من فكرة أنها جزء من الأمن القومي بالنسبة للجزائر. وعلى هذا الأساس نجد أن استراتيجية الدفاع الخاصة بالمؤسسة العسكرية أو الجيش الوطني الشعبي يعني نجدها أنها تتخصص في الكثير من المجالات وتحتوي على الكثير من الأمور الهامة التي من خلالها نواجه الحملات المسعورة التي تمس الأمن القومي للجزائر، سواء تعلق بالمادة السمعية البصرية التي تنتجها يعني بطريقة منتظمة وتعاول قدر المستطاع بثها على مستوى الفضاء الافتراضي، وهذا مهم جدا لسيما بالنسبة للأشرطة الوثائقية، لسيما بالنسبة للحصص التي أصبحت ربما يمكن أن نسميها بمرجعية خاصة بالنسبة لحصة وعاقتنا العزمة،
أيضا بالنسبة لحصة السليل التي في الكثير من الأحيان تعالج بها قضايا مهمة جدا تتعلق بالأمن الاستراتيجي، تتعلق باليقظة الاستراتيجية، تتعلق بالتاريخ والذاكرة، وهي مسائل مهمة كلها تدخل في باب حماية الذاكرة الوطنية والأمن القومي للجزائر. صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية مجال يساهم الجيش الوطني الشعبي في إثرائه ليكون دعماً قوياً آخراً يعزز مساعي الدولة الجزائرية في رقمنة المحتوى التاريخي الوطني. مساهمة فعالة يبذلها الجيش الوطني الشعبي من خلال رقمنة الوثائق والمضامين التاريخية، ناهيك عن صناعة المحتوى الرقمي التاريخي السمعي البصري ونشره باستغلال الفضاءات الرقمية والمنصات الاتصالية المختلفة. محتوى موثوق يستند إلى شهادات حية للمجاهدين وكذا المختصين والباحثين والمؤرخين، ما يجعله يشكل إضافة قوية تثري رصيد المحتوى التاريخي الرقمي الوطني. رسالتنا للشباب أن ينخرطوا في هذا المشروع الوطني، في بناء المشروع الوطني، لا سيما هذا المشروع المتعلق بالتاريخ والذاكرة، وأقول أكثر من ذلك أن إن صح التعبير يتزن بالإرادة الحضارية، وهي إرادة التغيير في الجانب التاريخ والذاكرة من خلال خطاب جديد، وأن ينخرط أيضا في العملية السياسية وفي مشروع التنمية المستدامة بالنسبة للجزائر، لأني أعتقد أن الأمن القومي مرتبط في كثير من المسائل المتعلقة بالتاريخ والذاكرة والاقتصاد والجانب الاجتماعي، لأنها كل عمل متكامل في إطار بناء الجزائر الجديدة التي حلم بها الشهداء أولا، والتي يريد شبابنا اليوم أن ينخرط فيها بقوة من أجل أن يقدم لمسته لتكون دائما إن صح التعبير عمل متواصل من أجل بناء الجزائر أولا، ثم الحفاظ عليها والحفاظ على كل مرتكزاتها ومشتملاتها وكل مكتسباتها وإنجازاتها التي تحققت. هذه الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لحماية وصون ذاكرتنا الوطنية واجب ومسؤولية ووفاء للقيم النبيلة والسامية التي يسخر بها تاريخنا المجيد، فالذاكرة الوطنية هي مرجع الأمم والنبراس الذي ينير دربها نحو الرقي والسمو والازدهار. الجزائر الجديدة الوفية لمبادئ ثورة نوفمبر الخالدة ولتاريخها الزاخر بالملاحم والبطولات، تسير اليوم وبخطى ثابتة نحو تحقيق آمال أبطالها الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل عزة ورقي البلاد. جزائر قوية سيدة مزدهرة، وفية لتاريخها المجيد، حافظة لذاكرتها الوطنية.